سلام البنات، انا دابا اليوم جيت ميسيز بغيت نشارك معكم لي ديرز اللي كيديروا في الصبابط وحتى في الحوايج. هانتوما معايا. داريكم به اليوم هو هذا ديال الفاني اللي هاد لامارك دايرين يعني 60% اوف كاع لي توب ديالهم. شوفوا هذا بقى بشي 38 دولار فريمون زوين، بداك لو ديتاي في اليدين هكا، دوك لي بايات وبداك الهدب بحال هكا زينو بزاف، وجا او ميم طون ماشي ترو شارجي. هذا حتى هو بقى بشي 40 دولار، سان كول مونتي ان بول طويل بالكمام، وفيه داك لو ديتاي في لو كول، هذوك لي بايات يعني الانسان ما يحتاجش يدير ان اكسسوار. كاين هذا حتى هو ان بول فيست بوردو، فيه هاد لو ديتاي غري ميتال نوار، يعني جا فريمون زوين يتلبس افيك دي ليغينز والثوب ديالو بحال الصوفا. حتى هو بقى بشي 50% اوف، بقى بشي 40 دولار، ثمن مناسب وزوين بزاف يعني بالنسبه لهاد الجو. دابا كاين هذا حتى هو ان بوردو، في داك لو ميتاليك بحالو بحال الاخر، غير هذا اون اوتر كولور باردون. حتى هو بقى بشي 35 دولار. وهنا بالنسبه للناس اللي كيبغوا سبور، هذه من عند لا مارك دونا كارين نيويورك اللي معروفه بديكاناي، يعني عندهم لي اغلبيه حوايجهم سبور بزاف. هاد لا تونيك بقات بشي 50% اوف، تقريبا 30 دولار. هاد لو توب حتى هو فريمون زوين، حتى هو سبور، فيه داك لو ديتاي كوم سا بلو نوار اي لو غري، سورتو هاد العام خارج لو ميتال، هاداك لا كولور ميتاليك بزاف. حتى هو بقى بشي 40 دولار، فريمون زوين يعني ثمن مناسب فيه. وكيف ديما فاش كنجي للميسيز ضروري الانسان يشوف السول ديالهم اللي هو هاد لاس اكت، فيه الحوايج من 70 حتى 80%، بحال مثلا هاد لا مارك ديال انترناشونال كونسيبت مولفه تكون غاليه، بحال دابا الطوب بقى غير ب 12 دولار، يعني علين 80% اوف فيه. ولو ستيل ديالو زوين. كاين هذا حتى هو من عند ديكاناي بهاد لو بلو مارين، فداك لو ديتاي هكا بايتي بلو بلو و ان بلان دي فلور كوم سا بروز انديان. حتى هو سبور، يقدر يجي مع دي شوسور هكا فيهم لو روز انديان، يقدر يجي مع بنطلون بلو روا. حتى هو بقى بشي 14 ولا 16 دولار، يعني كانوا اثمنه خياليه. هاد التاي هاد لا شوميز شحال زوينه بلا سانتور ديالها، لو كولي لي كروازي، دي ديتاي ديال اليدين فريمون زوينين، تا هي من عند انترناشونال كونسيبت، وبقات ب 90% اوف، يعني بقات ب 12 دولار، ثمن مناسب. و سورتو سورتو الكاليتي ديالها زوينه، والماتيريال ديالها يعني زوين بزاف. لقيت لها هاد لا جوب اللي فريمون واتاتها، بقات ب 9 دولار، حتى هي 90% اوف، حتى هي من عند انترناشونال كونسيبت. هاد الاوتفيت جا مواتي ويجي مع دي زيسكاربان نوار زوين بزاف، يعني انا عجبني بزاف وقلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. بالنسبه للاست اكت كانوا بزاف ديال الحوايج، دونك ما كانش يمكن لي نصور كل شيء، مي مره اخرى ان شاء الله علاش لا. وبالنسبه لهنايا الاثمنه مناسبه من عند كالفن كلاين، لقيتهم دايرين 40% حتى 60% اوف، يعني هاد لي سورفيت بالغري روز بلو اي هكا روز بيبي بقاو ب 38 دولار، وكاين اللي بقات ب 43 دولار، فريمون زوينين. وسورتو التوب ديالهم سخون وزوين بزاف، يعني تتحس بالتوب يعني سبور، ماشي هكا صوفا ولا شي توب ما زوينش. وكما قلت لكم فيها 4 كولور فريمون زوينين، وفي نفس الوقت تقدري تاخدي غير لو توب بلا سروال وديري ليه بحال هاد لو ستيل هذا، هادو ديال كالفن كلاين دي ليغينز، بقاو حتى هما ب 40% اوف.
وثمنهم يعني مناسب، بقاو بشي 18 دولار، وكاين اللي بقى ب 22 دولار. حتى هاد لي توب تاعهم بقاو ب 22 دولار، فريمون زوينين سبور، يلبسو افيك دي زيسبار ولا نيت افيك دي اوغ، يجيو زوينين بزاف. كاين هذا تاني من عند لا مارك دي كاناي، سي بحال ان بولو مي هو سبور، جا طويل، تقدر تلبس بوحدو افيك دي زيسبار، ويقدر يجي حتى مع ليغينز. فريمون زوين، التوب ديالو زوين بزاف، حتى هما بقاو ب 40%، هادو كاملين بقاو ب 40%، ما بين 30 دولار حتى 40 دولار، ثمن مناسب. وهنا عاود تاني رجعت شوية، جيت لاس اكت نعاود نشوف واش كاينين لي بولو، لقيت تومي هيلفيجر دايرين كاع لي بولو ب 11 دولار، ثمن مناسب يعني. وأغلبية لي بولو راه كيكونوا غاليين، يعني كيوصلوا حتى ل 45 دولار، يعني 11 دولار ثمن جد مناسب بزاف. هذا حتى هو فريمون زوين بلي فلور ولو ديتاي في لو كول بالسنسلة، سورتو كو هاد العام خرجوا لي بولو بزاف بالسنسلة أكثر من الصدافي، يعني ولاو فريمون سون تري شيك، وكيقدروا يلبسوا كيف ما بغيتوا، يعني افيك دي شوسور ولا زعما السبيبطاج، ولا يقدروا يجوا حتى مع لي بو لي 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 زيسبا باردون. كاين هذا حتاني ان بونطالون عجبني حتى هو من عند تامي فيغير، بقى ب 14 دولار، وكيما كنوريكم دابا هادو حتى هما بالسنسله كلهم ب 11 دولار، 12 دولار ماكسيموم، يعني ثمنهم جد مناسب. ما كاينش غير لي بولو، لقيت حتى هادو هكا كوم، يعني دي بحال دي بولفيست مي باردون سي كوم دي تيشيرت بلي مانش، جاو زوينين. كاين هذا حتى هو، لقيت هادو سي دي روب، بقاو ب 18 دولار، تا هما يعني في السولد، كاين اللي بقى ب 13، كاين اللي بقى ب 15، كلهم ديال تامي هيل فيجر. وهادو كيجيو مع لي زيسبا كتر، بحال هادي عاوتاني تاهي كتجي مع دي زيسبا بلونش، فريمون زوينين. هذا حتى هو بلو لان، التوب ديال لو لان، وفيه داك لو بيتي ديتاي ديال تامي هيل فيجر في ال يعني في لابارتي الفوقانية، يعني تا هو جا مزيان، جو بونس بقى بشي 13 دولار. هنا عاوتاني جيت لكم البلاصه ديال الصبابط، الوغ دي زيسبا، سورتو لي زيسبا لي ولاو تري على مود، هادو هاكا فيهم لو تالون كومبونسي من الداخل ديال انترناشونال كونسيبت. هادو تا هما ديال مايكل كورس، يعني واخا ما يكونوش في لو سول ثمنهم زوين، يعني 145 دولار، نورمالمون كيكونوا واصلين حتى 200 دولار. عاوتاني هنايا سي دي بوت بالنسبه للناس اللي عندهم الثلج، فريمون زوينين، حتى هما بقاو بشي جو بونس 90 دولار، مي زعما لا كاليتي. شوفوا هادي حتى هي ديال مايكل كورس، فيها لو تالون من الداخل يعني كومبونسي، حتى هي بقات ب 145، فيها دي كولور زوينين. كاين هادي حتى هي هكا فيها داك لو دوغي باردون هذاك لارجونتي لو ميتال، فريمون زوين، جاو جمع لو نوار زوين بزاف. كيما قلت لكم قبيله لو ميتال راه خارج تري على مود لي كولور ميتاليك. شوفوا عاوتاني معايا هادي، فريمون عجبتني بزاف، هذاك لو روز انديان، هذاك لو بلون، و زعما لو ستيل ديالها كلهم فيهم لو تالون كومبونسي من الداخل. باقا نيت كنوريكم هنايا عند مايكل كورس، هادو ديال دي بوت بلا ماتيير ديال السيليكون، بقاو ب 100 دولار. كاين ديال لو دان، كاين هادو دي كويسار حتى هما بقاو ب 99 دولار، يعني اثمنة جد مناسبه. ونعاود تاني في الصبابط، كيديروا لاست اكت يعني من 50 حتى 75%، كتقدروا تلقاو تامي هيلفيجر، كتقدروا تلقاو بحال هادي اللي هازه انا دابا في ايدي ديال دونا كارين نيويورك، اللي حتى هي ستون مارك زوينه بزاف. وبحال دابا لي شوسور ديالها كيكونوا فايتين 100 دولار، اوغ كو دابا في السولد بقاو غير ب 53 دولار، يعني اللي راه كانت كدير 109 وبقات غير ب 53 دولار، ثمن جد مناسب. هذه حتى هي كومبونسي ديال تومي هيلفيجر، ها هي تاني عاود هذه كومبونسي
ديال مايكل كورس، هي بقات ب50 دولار. الوغ البنات كاين عاوتاني هاد السيل هذا ديال غالف لوران، بقى حتى هو بحال شكل ارميز وثمنه بقى زوين بزاف، يعني شوفوا لو ديتاي اللي فيه بقاو بشي 10 دولار. كاين هادو حتى هما سي كوم دي بابوش، يعني غير هما مازال غاليين، يعني واخا في السول بشي 53 دولار، مي باسكو لا مارك ديالهم ديجا كدير لي شوسور شويه غاليين ديال انترناشونال كونسيبت. كاين هادو جاو بحال دي كونفيرس بقاو ب20 دولار من عند تومي هيلفيجر، تا هما زوينين. كاين هادو حتى راني بحال غير دي سبا زوينين من عند تومي هيلفيجر، مي لو ديتاي اللي فيهم مزيانهم بزاف، تا هما بقاو بشي 20 دولار، ثمن جد مناسب. هنا عاوتاني لقيت وحده اخرى ديال دونا كارين نيويورك اللي هي معروفه بديكاناي في لو سين ديالها، فريمون هاد لو نوار في هذاك بحال ان كوير، و لو ديتاي ديالها زوين بزاف، تا هي بقات 53 دولار. كاين هذا تاني ديال غيس بقى ب30 دولار، بالنسبة للناس اللي عندهم تاج ولا حتى الشتا فريمون زوين. جا بحال دي اوك بقى ب32 دولار، باردون. وهنايا جيت لواحد الهميزة ديال بانتوفات اللي هما ديال الكاليتي، كانوا كيديرو شي 40 دولار، كاين اللي بقات كانت ب35 دولار، كو الوغ كو دابا في السيل كاينه من 65 حتى 85% اوف. شوفوا لي ديتاي ديالهم شحال زوينين، دو غري لو روز، وبثمن يعني لا يعني حتى حد ما يقدر يصدقوا لي 8 دولار. بقى فيهم دوغي البوردو الغوز نوار المنمر، فريمون زوينين. هنا عاوتاني رجعت للحوايج، لقيت هاد الهميزه ديال هاد لو فورور، وقلت علاش لا ما نشاركاش معاكم، بقى ب30 دولار، يعني ثمن جد مناسب، ولي كولور اللي فيه كيسطيو. وهنا عاوتاني في ميسيز جيت لبلاصة السيكاند، واللي أغلبية يعني فيها كيكون فيها السيكاند كلهم زوينين، وفي الصود أغلبية دكاس و دي مارك أخرين و ستيف مادن، وهم يعني مني كيصودوهم كيسموا ديك البلاصة يعني كيكون فيها الباك ستيج، يعني فريمون زوينين. شوفوا هذا بحال كروس بادي، وفيه داك يعني تقدري تهزيه بالكروس بادي وتقدري تهز كومسا يعني في الايدين، زوين بزاف. كاين هاد لو روج حتى هو بقاو ب 39.99، لو روج حتى هو لو ديتاي اللي فيه زوين بلارجونتي افيك اون شين طويله. كاين هادو تاني غير يعني سي با اون مارك مي زوينين، يعني كيديرو شي 15 دولار، هكا بداك لو كروكوديل فيغ بيستاج جا زوين بزاف عجبني، وقلت علاش ما نشاركوش معاكم. عجبني حتى هذا ديال نانيت لي بور، فريمون هاد لانيت لي بور كيديرو لي ساك ديال الكوير فريمون زوينين. شوفوا هاد لو مارون، وهداك لو ديتاي ديال لاشين ديالو بلو مارون دوري جات غزالة، وفيه حتى لو نوار ولا شين جات بلو غري اي لو نوار، حتى هي جات زوينة بزاف. الوغ كو هادو بقاو ب21 دولار، ثمن جد مناسب. كاين هادو تاني باك باكس لي هما بحال الشكيكرات صغار ديال كاز بهداك لو ديتاي غوز، سيغتو هاد العام خارج كاز في لو غوج بزاف، الوغ بقات ب39.99. كاين هادا عاوتاني ديال كاز بلو غوج، و لو ديتاي فريمون ميتاليك، وفيه داك لو بحال لا بريونس، حتى هو بقى تقدري تهز كوم بوشيت وتقدري تهز كوم ساك، فيه لاشين من الداخل، بقى بشي 29.99، يعني 30 دولار، ثمن مناسب. وهنا في الاخر لقيت هاد الهاند باك اللي فريمون همزه واعره من عند فالنتينو، سي اون مارك اوروبيان، بزاف د الناس راه كيعرفوا بشحال، يعني راه كتكون واصله 400 اورو 500 اورو، اوغ كو دابا لقيتهم في لو نوار اي في لو روج بقاو ب 179 دولار، يعني 99، يعني 180 دولار، ثمن مناسب، وما يعني قليل فين تقدروا تلقاو الفالنتينو بهذا الثمن. الوغ كاين بزاف ديال لي موديل، كاين هذا تاني ديال فيرزاتشي كان وصل لافيترين، تا هو غزال بزاف بقى بشي 30 دولار.
الوغ البنات غادي نسد الفلوغ ديالي هنايا، يعني كان بزاف الحوايج ما نشارك معاكم، كيف ما وريتكم اخر سكن هو ديال فيرزاتشي اللي كان ب 30 دولار، 29.99، اللي ما يقدروش يعني ما يقدرش انسان يشوف فيرزاتشي بداك الثمن، مي يعني في الباكستيج كيكونوا باثمنه جد مناسبه. الوغ كان هذا هو الفلوج ديالي ديال اليوم، ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وباش يوصلكم ديما الجديد ديالي، وتخليوا لي لي كومونتير في اسفل الفيديو. الله خليتكم على خير، وان شاء الله فيديو الجاي باذن الله.